عنكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. شباب هاي شغله ما يشيلها عقل. شباب بس بقوا على الواير ذاك شنو؟ هذا الكمينجر ال 14 اللي طفر من الخانه، طبعا تليفوني بيه 5 شحن. هياته شباب، والله اليوم الخامس يمكن او عمي صار له بالاسبوع الطير. والله صار له تقريبا 5 أو 6 ايام او يعني اسبوع تقريبا. والطير ما طالع من هاي الخانة، عمره وحياته كان بهاي الخانة، بس من كان صغير افتى فترة هنا بهذا البرج. والله وطفر من هاي الخانة، وهاي اليوم السادس يمكن. والله ذاك وينه على الوايرات، والطير بيطخه، الطير بيطخه وما مخرج. فيعني شنو هالطير هذا؟ هذا الكمينجر 14. الله طلع له طيور بلكي. الله والله أنا قلت إن شاء الله يرجع، قلت إن شاء الله يرجع بلكي الله ويرجع. إذا طبعا هذا فرخ من الفرخات الطاير، مو مشكلة. خلينا نشوف هذا همشي، أفتح المسرح أصعد الطيور. بس شباب تليفوني والله ما بيه شحن، تليفوني بيه 7 شحن. إذا رجع أصور لكم إياه. هاي طيرته طبعا اللي كانت بالخانة نايمة مع البيض. هاي طبعا هذا أخوه من نفس الرأس. طبعا ذاك الفرخ طار من الفرخات، طار واحد مو مشكلة. ما عرفنا هسه هذا أهم الطير. شوفوا شباب يعني صار له أسبوع، أسبوع الطير صار له. هذا وين يا شباب؟ هذا هاي شوفوا سبحان الله شنو من طير لعد هذا، وبيطخه وملزم ومنطر روحه. وصار له 7 أيام أو 6 أيام يعني، وذاك الفرخ طار راح يضيع. طبعا شباب راح يطفى التليفون، ارجع لكم بالاحداث. ادعوا لنا يرجع هذا الطير، ادعوا لنا يرجع وان شاء الله خير. تحياتي لكم شباب.